ويسعد ربكم يا احلى عالم، ومعكم جلال ابو مويس من البيت اللي الي، يمكن مش الي، ما بعرف، صدق اللي بدك تصدقه، من البحر اللي مش الي. المهم اليوم عامل لكم إشي جديد، اللي هو باخر فتره شفته انتشر في فيديوهات كثير لناس بتقلدني، وباخر زي فتره انه باخر فتره الناس قاعده بتنزل فيديوهاتها، قلت اللي بيعمل اقوى فيديو اللي الناس بتصوت له حيربح معي 300 دولار. وفي شخص اسمه حسن هو ربح 300 دولار، مسابقه هيك على السريع، وان شاء الله هنعمل مره الثانيه وحده جديده بمبلغ اكبر ان شاء الله. بس اليوم قررت احضر اكثر فيديو لسه، يعني في منهم شفته في منهم ما شفتهم، ونشوف ايش اكثرهم بضحك، ونشوف شو تعليقاتي، يعني الرياكشن تبعي على الفيديوهات هاي. يعني هو شيء غريب شوي، ناس قاعده بتقلد فيك وانت بتحضر فيها. بس بصراحه كثير، يعني قبل ما ابلش كيف وصلنا الموضوع، في عندي محامي قوي جدا بالاردن، لما شافت ناس بتقلدني، بتعرف المحاميين بيشوفوا الموضوع بمنظور انهم محاميين، بيحكوا لي خلينا يمكن نبعث لهم ورقه قانونيه عشان ما حدا يقلدك وما بصير. قلت ايه ولكو هاي دعاي، على العكس اللي قلدني لازم ابعتوا له رساله شكر تقولوا له ما يعملش. ليش على العكس؟ هينا ضربنا الترند، ولا واحد بالاردن بيعمل دعايات لمحلات الشاورما. عملوا بفضل الله طبعا. يعني حتى في عندك ناس قلدت ضحكت، اقسم بالله. انيويز هاي السيجار ولع، هات نحضر هالفيديوهات. هاي اول واحد. ويسعد ربكم، معاكم ناظم ابو مويس. اليوم مش من ميام، اليوم من مزاوي الشمال اللي بتخلى عن اصله قليل اصل. انا بلشت ب 39 دينار، تعرف هلا قد ايه معي؟ 39,000 دين. دراسة المدرسة توفات، حكوا لي فوت جامعة، شهادة الجامعة بتفكر بتسوي لي شيء؟ ما بتسوي لي شيء. انا بلشت من هون. بيجي كم معي 30 دينار صار 39,000 دين؟ حاليا صرت ماي جاد، حاليا نفسي اصير مثلكم. بقول لك زمان كنت مثلكم، حاليا نفسي اصير مثلك. الي مسوي هون المدرسه، الي والارض هاي الي والشارع هذا الي. وين اللي بده يصير؟ قوم من نومك، لا تضلك نايم لانك عمرك ما بتصير. المدرسه هاي ريبان حقها 250 دولار. تعال يا شاب، ممكن سؤال؟ تعرف ناظم ابو مويس وقصص نجاح ناظم ابو مويس؟ مين انت عمو؟ اطفت فيك. يا عمي شو بدي اقول لك تعليق على الفيديوهات؟ اول اشي موضوع الار، يعني انا بالانجليزي بحكي الار بتطلع مطعوجه لانه هيك الامريكان بنحكي هون مثلا، بس بالعربي هيني عربي مش عربي. مش عارف من وين طالعين لي بفيديو الار هذا، يعني لقول لي فيديو حاكي فيه انا الار حاكيها ار، ورجوني الفيديو، ها انا بدي اشوفه. هات نشوف فيديو ثاني. يسعد ربكم يا احلى عالم، اليوم من ميامي تحديدا، انا طالب من ميامي من ماركه الشماليه. اليوم الحمد لله بفضل ربي وبفضل الناس قدرت ابلش باول مشروع جولدن جيت. يعني هذا داخل على الجولدن جيت، مشروع مش له ورامي طوبة. اطلع برا روح. اوه ماي جاد، بس تعرف شو؟ انت داخل جوا مشروع بالجولدن جيت، يعني حتى لو انه مش لك انت المفروض تقعد هناك تصفن، انه كيف بهيك يوم يصير مشروع زي هذا لك. شو اسم الشاب؟ عيسى. ويسعد ربكم يا احلى عالم، محمد ابو مويس، رجعت لكم فيديو جديد. بيعه اشتريت صف بجنن بتلاقي عليه. هذا حط واحد من المدرسه عنده، طلع ما في شيء كساره، هز الدار كلها منيح ما وقع. سو جايز، هذا الصف اللي مش الي، اللي على الدرج اللي برده مش الي، كنت شاري من صاحبه ب 200,000 دولار، ما بعرف عمر عدل لي اياهم. سو عمر معي. سو هذا الصف كان بده اياه 200,000، شو اللي 200,000 يا عمي؟ انا اخذته منه ب 50,000. يعني هاد تارك حصته، حاطط الطلاب اللي عنده اللي بدرسوا معاه حطهم حرس، وماسك لك قلم هذا فولوماستر، الله افصل شو بسموه، وعامله سيجار. بس اللي بضحكني اكثر شيء لما الناس تقلد ضحكتي. يا عم انا هيك بضحك؟ ايه والله هيك بضحك، حرام. يعني في كم فيديو قسما بالله قويين، هذا قوي
ويسعد ربكم معاكم جلال ابو مويس اليوم مش من ميامي اليوم من امريكا الشماليه يعني لازم بحياتك تعتمد على حالك علشان تجيب هاي السياره اعتمد على حالك ولا تلحق ابوك ولا امك اعتمد على حالك اشتغل علشان تجيبها ما شاء الله يا سيب يا كبير طلعت مشيله الكيا سيبيا المشيلي قوي هذا حلو هذا الفيديو من اكثر الفيديوهات اللي ضحكتني هذا يعني الشاب اللي بلش الترند هذا اول فيديو بطلع لواحد بيقلدني وبعديها الناس صارت تعمل والفيديو قوي جدا حضرته 100 مره هذا لحالي احضروه معي جلال ابو مويس 39 شقه بميامي تعرف شو هذا الفيديو اللي بضحكك يعني معاه أكثر ضحكة أخوه اللي بصوره ورا الكاميرا إنه هو ضحكة أخوه مع شطارة التقليد لأن هذا الشاب يعني مش طبيعي مش طبيعي واحد سألته وين بدرس ولاد الوزراء قالوا لي بالشوفات قديش بالسنة 10,000 يوسف أخوي أنت بكرة بالشوفات أنا دي كلاس تبعتي ما بصورها عشانكم أنا بدي تقوم تشتغل تعمل تصير زيي أنا جلال أبو مويس ابن عيل عبد الله شوفوا أنا وين قوم اشتغل قوم اتعب هذا قوي قوي جدا 39 شقة بميامي يا عمي بوقت صورت هالفيديو بضلهم يحكوا لي 39 شقة في ميامي هذا قاعد بقلد مقابلتي بتخيل هم 94 شقة مش 39 انت عملت لي 70% خصم يا كبير هم اللي بوقت ما صورت الفيديو الحمد لله كانوا 94 حاليا اقل لانه بعت كثير منهم لارباح معينة والحمد لله بس هذا لما قال 39 كل اللي عملوا فيديوهات بعده صار يحكوا 39 2018 اجتني الضريبة هاي مش طبيعية هاي أول مليون الضريبة عملت 900,069 دولار يعني هذا واصل مرحلة قرف قبل ما يصور وين الفراش تبع السيارات ورا بالبرفيج المي من المقابلة هذه يا مي هذا لله بضحك وهذا قلت لكم زي اللي ضحكنا اكثر شيء ضحكة اخوه مع شطارته والتقليد يعني قوي جدا جدا يسعد بكل احلامنا طبعا اليوم مش من ميامي اليوم من دارنا طبعا اليوم عندنا هاي الطاولة بدنا نعمل سلسلة في العرضة اليوم عندنا هاي الطاولة بدنا نعمل سلسلة في العرضة اوكي احضروا لي هالفيديو وهذا فيديو الشاب اللي فاز بالمسابقة شقة وكمان سألت على شويفات كم تاخذ بالسنة على فكرة هذا اللي شهر موضوع الار بكرة انت بشويفات شو ار والكو ار 39 شقة بقول لك وانا اضطريش تاعي انا بالماركة الشمالية حي العبدالله يبقى هذا ما اقوى هذا عمل هاي لعبة جي تي اي الجراند ثيفت اوتو شوف شو بيعمل اعلان جي تي اي 6 نزل وكان مبين 100% انهم سيطروا على مدينة ميامي تعرفوا من راح يكون شخصية هاي المدينة جلال ابو مويس 39 شقة بميامي كم سعر مدينة شوفات 10,000 اخوي عمر ادخل شوفات اليوم هذا قوي جدا هاي قتلتني مبدع مبدع يا ريتك بعت فيديو تبعك بالوقت الصح والله يمكن كان فزت فيديو قوي جدا اول امبارح بعرض اختك خلاص بعرض امك خلاص وعرض امي عمره ما حيكون خلاص والله العظيم شكلك بالفيديو يعني في كلمة عيب احكيها شو اسمه كابس على نفسك يا عمي قلب عرض اختك خلاص ما انت اللي داخلي عندنا على الحساب والذين ينتظرون سقوطنا صمودنا اطول من اعماركم وجيبه استمري
وصلنا فيديوهات كتير، بس قسما بالله أنا يعني بس حبيت أحضر أقوى فيديوهات اللي الشاب اللي بيشتغل عندي هو اللي اختارهم، وحبيت أحكي لكم أنا بشكر كل واحد بحب جلال وبتابع جلال وبدعي له بالخير وبدعمه، لأنه جلال بحبك وبدعمك والله العظيم والله العظيم، ما إنه عاملين إشي لننزل محتوى ونعطي نشارك أفكار غير لنحفز هالشباب. كثير ناس حضرت هالفيديوهات بدي انه في ناس بتضحك انه لانه ها قاعدين بيقلدوا جلال، بس اللي فيه كثير مش منتبهين له، انت عندك اطفال لسه في مئات الفيديوهات غير هاد لاطفال صغار قاعدين بيحكوا بالكاميرا وهذا البيت المش الي. طبعا لما يحكوا هيك يعني قصدهم الي، يعني قصدهم انه اله، بس الناس بتشكك انه مش اله. فعندك اطفال صغار وشباب زي الورد صغير، لسه امبارح ولد صغير عامل فيديو وقاعد على سيارة وعملوا لي تاج اخوانه هاي السيارة المش الي. يا عمي لما عندك شباب صغار زي هيك قاعد بتحكي هيك، انت حفزت شباب تفكر اكثر. عندك اولاد صغيرة عمرها 12 و14 سنة، شباب زي الورد صغار واقف قدام سيارات فخمة قدام عمارات هاي المش الي وهاي الالي. يا عمي هذا كله بخلي الشاب يفكر، بخلي الولد الصغير يفكر كيف هالإشي عن جد يصير إله بالمستقبل. صحي مزحة وبتضحك، وأنا كيفت على الشباب والله يحميها، وقد ما ضحكوني والله ما ضحكت عيشي بآخر أسبوعين غير قد ما ضحكنا على الفيديوهات، يعني بطريقة حلوة. هاي الشباب تحفزت، أنا ما رح أجي أغير حياتك بكلمة بحكيها، أنا بس زي بحط البذرة لأنك تفكر، أنا بس بزرع لك هالبذرة وانت بدك تسقيها وتكبرها وتعتني فيها اللي هي حياتك وتعمل من حياتك إشي كبير. جلال هدفه حاليا، طبعا ينو الشغلات بتتغير مع الوقت، حاليا لأنه ما المفروض ما حدا يضل زي ما هو للأبد، لازم حدا يتغير ويكبر ويعمل ويسوي. فهدف جلال الحالي، ولو إنه في أهداف تانية صارت في المستقبل، رح يضل هدف الأول اللي هو تحفيز أولاد العرب اللي الناسنا أولاد مجتمعنا وبالأخص المجتمع بالأردن، لأنه أنا اللي هناك كبرت، أنا عشان كبرت انولدت بالأردن، أنا من أصول فلسطينية من جنين فلسطين، بس أنا انولدت بالأردن، مربى في الأردن، أكلت من الأردن ومن خير الأردن، فمن هون لآخر عمري رح أضل دايما حاسس واجب علي أفيد أولاد مجتمعي، أنا زلمة فلسطيني وأردني حتى النخاع، وأفيد وأكبر وأحفز أولاد بلدي. هاي مهمة جلال الله بعته فيها على الأرض لآخر يوم بعمره ومنتهي. واللي بيجي بقول لك جلال وبهبد وبعك وبسوي، ولكن اقلع من هون، لأنه أنت واحد ساقط وبدك تعكس اللي جواك على العالم، بس فشرت عينك وعين اللي بده يفكر زيك، لأنه أنا وجلال ومحبينه وجيش جلال أبو مويس فاهمين إحنا على هالأرض لنعمر، إحنا على هالأرض لنغير ونكبر من حياتنا، مش نضل سقط. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع انتشار الرسالة بالطريقة اللي منتشر فيها، وإن شاء الله لقدام أكبر وأكبر شوي شوي، يعني بدنا نقضي على بؤرة الفساد والتفكير السلبي في المجتمع العربي أكمل، ونصير أفضل وأحسن مجتمع في العالم. هو إحنا من هسه أفضل مجتمع بالعالم، بس بدنا العالم تعرف، بدنا نكتسح، بدنا نحرق الأخضر واليابس. ليش؟ ولكو إحنا وحياة الله كيف اليهود مآمنين إحنا شعب الله المختار على الأرض، ولكو إحنا الشعب المختار، إحنا الناس اللي الله خلقها يعني لنفوز بالأرض، لأنه إحنا أفضل خلق ربنا بإذن الله واحد أحد. ويسعد ربكم يا أحلى عالم.